الحقيقة ده بيقودني أن أتكلم على تقرير طلعته جامعة كامبريدج من حوالي شهرين. دراسة أثبتت أن 75% من المتحولين للإسلام في إنجلترا العام الماضي نساء. وده خلينا نستغرب قوي، يعني الإسلام المفروض ده الدين اللي بيتقال عليه بيضطهد المرأة وبيعامل المرأة بطريقة مش كويسة. طب إيه اللي يخلي 75% من معتنقينه ستات؟ المفروض يكون 75% رجالة. فوجدت إن المرأة تجد الحرية في الإسلام. حرية من مين؟ حرية من استعباد الرجل. احنا قلنا الرجل بيتعامل مع المرأة كأداة للإمتاع، الرجل هو اللي بيقرر المرأة تلبس إيه. هو مين اللي بيقرر للنساء تلبس إيه؟ إيف سان لوران ده إيه؟ راجل ولا ست؟ راجل. بيير كاردان راجل ولا ست؟ راجل. جوتشي راجل. فيرزاتشي ممكن نقول راجل. كل دول هم اللي بيقرروا للنساء تلبس إيه. والله إحنا السنة دي هنلبسك كده هو، السنة الجاية هنلبسك بحملات، السنة اللي بعدها هنرفع شبر فوق الركبة، اللي بعدها شبرين فوق الركبة، واللي ما يشتري يتفرج. والمرأة تحولت إلى أداة لإمتاع الرجل بأي طريقة من الطرق. الإسلام قال لا، كفاية، غطي، منتش لقطاع عام ومنتش للاستعمال بهذه الطريقة. فالنساء وجدت الحرية في الإسلام، لذلك النساء الغربيات هم أكثر إقبالا على الإسلام من الرجال نفسهم.